طيب، السمنة وعدم القدرة على حرق السعرات الحرارية أضحت الهاجس الأكبر لدى الكثير من الناس في هذه الأيام. حياتنا كلها دايت، رياضة، تفكير في الأكل، سعرات. ولكن يبدو أنه في حل لا يستلزم الرياضة على الأقل. هذا ما أظهرته دراسة جديدة، أظهرت نتائجها أنه مشاهدة أفلام الرعب من شأنها أن تحرق السعرات الحرارية مثل أي تمارين رياضية. للراغبين في إنقاص أوزانهم، واظبوا على مشاهدة أفلام الرعب. دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة ويستمينستر أشارت إلى أن من يشاهد أفلام الرعب لمدة 90 دقيقة قادر على حرق أكثر من 100 سعرة حرارية في الساعة، أي ما يعادل نصف ساعة من المشي. الدراسة شملت أفلام رعب عدة، وتبين أن فيلم The Shining الذي يؤدي فيه الممثل الأمريكي جاك نيكلسون دور البطولة هو الأفضل لحرق السعرات الحرارية، فقد استهلك مشاهدوه 184 سعرة حرارية، فيما أحرق مشاهدو فيلم جوز أو الفك للمخرج ستيفن سبيلبرغ 161 سعرة حرارية، وأحرق مشاهدو فيلم طارد الأرواح الشريرة الذي أنتج عام 1973 وهو من بطولة السويدي ماكس فون سايدو 158 سعرة حرارية. الباحثون قاموا بمتابعة عينة من مشاهدي أفلام الرعب بهدف مراقبة معدل نبضات القلب لديهم وكميات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون التي يحتاجونها بهدف استنتاج معدلات الطاقة المستهلكة خلال هذه العملية، وتبين أن كل مشاهد منهم أحرق خلال فيلم يستغرق ساعة ونصف الساعة 113 سعرة، وهي توازي السعرات التي يحرقها خلال نصف ساعة من المشي. ريتا سليمان، العربية.